وبشأن الجثث التي لا تزال تملأ شوارع مدينة الموصل، وكذلك الحديث عن النازحين والتقرير الصادر عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الدكتور أيمن العاني المتحدث باسم قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين. دكتور أيمن، سلام الله عليكم. لنبدأ من تقرير لوكالة فرانس بريس كشفت أن الجثث لا تزال تملأ شوارع المدينة القديمة في الموصل، وأيضا هي تعوق عودة النازحين، لكن في الوقت نفسه أن مديرية الدفاع المدني تشير إلى انتهاء عمليات انتشال الجثث. كيف يمكن تفسير هذا التناقض دكتور أيمن؟ تفضل. مرحبا بك يا أهلا بك سيدي الكريم. حقيقة هذا الموضوع، يعني وجود الجثث ولا تزال أنها تحت الأنقاض، وهنالك آلاف الجثث التي لا تزال تحت الأنقاض، هذا موضوع مفروغ منه ولا يمكن أن يحجب ولا يمكن أن يتم سكوته. ولكن ما تم إعلانه من قبل الدفاع المدني أعتقد أنه يعني ضمن سلسلة أو ضمن إطار التعتيم الإعلامي على هذا الموضوع من قبل الحكومة. أنه تعلمون حضرتك أنه كلما يتم العثور على ضحايا أكثر، كلما يطوق عنق الحكومة بهذه الجرائم، لأنهم بالمطلق قتلوا قصفا تحت أنقاض منازلهم، وهذا القصف جرى من قبل طائرات التحالف الدولي أو الطائرات الحكومية الحربية. بنفس الوقت هذا كله يقع على عاتق الحكومة. دكتور أيمن، يعني استمرار الجثث المتفسقة يعني بوجودها، خاصة وأن الناس يتحدثون أن هناك جثث ما زالت تحت الأنقاض، من جهة أخرى أيضا عدم إعمار مدينة الموصل من قبل الحكومة، وبالتالي الحكومة مهملة تجاه موضوع إعادة الإعمار، تعتقد أن هناك مخطط أو تواطؤ لإبقاء معاناة النازحين أطول فترة ممكنة دكتور؟ أخي هذه الحقيقة مفارقة عجيبة. يعني اليوم المفروض الحكومة هي يعني أكثر جهة حريصة على إعادة الناس، ولكن ما يحدث على الأرض من وقائع، يعني تعلم حضرتك أنه الموصل تعرضت إلى حرب عنيفة، حرب شاملة استمرت 9 أشهر، هنالك أكثر من 30,000 غارة جوية نفذت على المدينة. حقيقة الأمر يعني مناطق كبيرة داخل الموصل هي مناطق منكوبة تم تدميرها بالكامل. ملف الإعمار يعني متعثر كثيرا في العراق، لا سيما أنه يعني الفساد، واقع الفساد المستشري الذي يعرقل المحاولات الترفيعية هنا وهناك، لا توجد جدية حقيقة في إعادة إعمار المدن. وهناك من مراقبين يتوقعون أنه قد يطول الأمر عقودا، ليست يعني إن كنا متفائلون نقول أنه يعني سيطول سنوات. دكتور، فيما يخص النازحين وعملية الانتخابات، يعني المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قالت إنها ستساعد نازحي العراق في الحصول على وثائقهم الثبوتية، تعتقد بعد هذه الخطوة من المفوضية السامية، تعتقد أن الانتخابات في المناطق المنكوبة كما ذكرتها أنتم ستجري بكل أريحية دكتور؟ قطعا لا تدري الانتخابات ولا يمكن أن تجري الانتخابات لا في المناطق المنكوبة ولا في مخيمات النزوح. ويعني الان يعني النازحون يعيشون حاله تشرد حقيقيه، يعني منزوعو الاراده، منزوعو التفكير، هم بحاله من شبط العيش المدقع. كل هذه الظروف مجتمعه لا يمكن ان تنتج، بكل حال من الاحوال لا يمكن ان تنتج انتخابات لكن ليست نزيهة. طيب لكن دكتور كيف تفسر إقرار البرلمان بموعد الانتخابات في أوقاتها المحددة؟ والله أخي هذا موضوع سياسي، يعني يسأل عنه السياسيون حقيقة، يعني لا نريد أن نقبل بهذا الموضوع.
طيب دكتور، برأيكم خطوة منح البطاقات الثبوتية للنازحين لماذا تأخرت كل هذه الفترة، ولماذا ظهرت في هذه التوقيتات تحديدا؟ هو الحقيقة إعطاء الأوراق الثبوتية للنازحين هذا أمر مهم جدا، لأنه يعيد إليهم حقوقهم المدنية التي سلبت منهم في حال فقدان هذه الأوراق. والحقوق المدنية معلومة، هي الحقوق داخل الوطن، حرية التنقل، سهولة التنقل، الأمور الأخرى، تقديم ترويج المعاملات، يعني كل هذه متعلق حقيقة بالأوراق الثبوتية، فهي مسألة مهمة. ولكن مؤكد يعني أي مراقب فضلا عن يعني أي باحث يستطيع أن ينظر بعين الريبة حقيقة لهذا التوقيت، لأنه التوقيت هذا قريب من الانتخابات والأمور لا تخفى على أحد. من عمان الدكتور أيمن العاني المتحدث باسم قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، شكرا جزيلا لكم.